تكمي تستعمل هذا الاليمون هذا ولي دابا غادي نعيق عليكم فهمت ندخل لكم لونغلي مع الفرنسي ناري الطياره يسهيك كثروا العزاري بسم الله تفو راه كاميرون في الطوموبيل جبنا الفاميلا ولاباس علينا الخيره في الهريبه كدور علينا يا السلام عليكم الدراماكم يوسف بصحاب فيلم جديد رياكسو جديده والله عرفتي شنو والله تا رياكسو برم وعلى من على البيك ميمكنش لا بزاف عرفتي شنو هو اللي ما فهمش البلان وما عارفينش علاش نضحك دابا غادي ترجع لرياكسون ديالي اللي تندير للدومبيك ولا شي ولا طوطو نتوما غادي تفهموا البلان علاش فهمتي تنفرح بزاف ملي تنبغي ندير لهم رياكسون الجوج هادو حيت هما الوحيدين اللي لقيت من عندهم السيبورت من عند الوابا كامل ذاتس اول هاد الشيء علاش كاين فهمتي حيت هاد الناس هادو عزازين عليا بجوج كاين الدومبيك ايوا سيدي وكاين طوطو فهمتي هادو عزازين عليا هما الوحيد اللي تيسيبورتيوني من الروابط كاملين وتحية ليهم صوت دومبيك لاح لينا تشيك ميت اولي شيت والبلان كامل غادي يكون بلونجلي فهمتي دونك بلا ما تسناني نبقى نترجم لها كل شي حاجة هادي ما يمكنش غنتمزقو التراك حيت باين التراك يكون هيبل شوية يكون مركن هادو من التراكات القدام يعني كانوا مسجلين شحال هادي ولكن ما كانش شي لوحهم دومبيك هدويت بزاف نو ياك ولكن قالك مع هذا الحجر الصحي فهمتي غادي نبقى يلوح ليكم باش منها يبقاو تمزكو هذه هي اللي داروها بزاف دروا با منهم مستر كريزي جو بونس مستر كريزي صافي وقال هو الوحيد ومهم روا با اللي تيلوحو في هاد الوقيتات هذه يعني زعما كنا قالك جالسين لوحو نمسكو البيبليك وهذه حاجه مزيانه دونك دومبيك يلا دابا لاح لينا تشيك ميت غندوزو ديريكت لا رياكسيون ما تنساش لو كتاب والمرة تشوفني مالك الا انا كتبت لتحت الفرق غادي ما ديك سبسكرايب ودير داك الجرس باش تكون من الاوائل تشوف فيديوهات ديال يوسف بوسحاق وتلاحوني عند الانستغرام اللي هو بوسحاق بون برود عافاكم تلاحو تما هادشي اللي كاين ندوزو لا رياكسيون وبيس 1 2 3 بيس ارشورك مزيان tranquil, Nadia. Fuck the shit on the ass fuel. Now I'm on the class shit and rolly. Don't mess with a gangster. No, y'all looking for disaster. Gangsta. I'm a J of the truth, bastard. This shit's about my f- go now. This is the old rats, they just try to flip me over. Jealous the 26 inch Range Rover. Wanna remind you old bitches that I ain't a loader. And all I'm on with, I'm the owner. Best me boy, I will crash you like a toy. Toss your pieces down the river. Who the fuck you take it for? Like you seen before. ماشي شنو هو هذاك الافلام الامريكاني يسلك في هذا المزيكا يسلك في هذا المزاهي وكدا اللعيبات فهمت مول في الراب فهمتي قاصر على شي كلاك فهمتي اللعيبات وكدا وهذا ما دابا فهمتي دابا تمزك فهمتي تنقي ودنيك تعيش يعني بنادم بلا ما تسناني انا نبقى نحلل لك التراك وندوي عليه غنحلل لكم حاجه وحده هي ديك تشيك ميت تشيك ميت باينه انت هي الحريميه ولا انت هي الحريميه دخلت يا سيدي وترجمتيها في جوجل تخاديكسو عطاتك ميت عطاتك ميت ما جيش حاجة ولكن ما تنساوش بلي تخاديكسو غا الكالاخ الموبيل فهمتي هي تعطيك الحاجة صحيحة فهمتي اللعيبة تعطيك الحاجة صحيحة غير هي ما تعطيكش الوصف الكامل ولا ما تعطيكش المعنى الحقيقي شيك ميت تستعمل هاد الاليمون هذا ولي دابا غادي نعيق عليكم فهمتي غندخل لكم لونجلي مع الفرنسي ناري الطيارة فهمتي البلان كيفاش داير تستعمل في سترانج ملي بنادم تيقتل الملك فهمتي شنو يقول له تشيك ميت ساليت معاك ودخلوها حتى في القاموس ديال فهمتي المطايفات ساليت مع امك الدوان جاب بدا امك غنقتل امك فهمتي هذاك الشيء فهمتي داخل في العنف فهمتي ساليت معاك ولكن هي الاصل ديالها تستعمل في سترانج فهمتي ملي تقتل الملك تشيك ميت ساليت معاك فنيتك يعني ما عندكش فين تزيد لا معايا هذا هو الترجمة الحقيقية فهمتي ولكن 50% ما يكونش عارف فهمتي 50% يقول لك ميت صافي السلام عليكم اخويا هادشي اللي كاين فدتكم ياك ندوزو نتمزتكم وسوري بعدا كاين على التقطع على ود الكوبي رايت بيان سور فهمتي انا راه متنقطعش بدون سبب فهمتي راه كاينين مزيكات اللي تنخليكم تمزكو عيشوا لا فيدا ولكن ملي تنبغي نقطع تنقطع
عندي ما ندير لكم بيس. ولا بغيت ندوي على الارت وورك فهمتي، عجبتني فهمتي، بلديه ارت وورك بلديه مع التمركين فهمتي، يعني حمقى دويز بزاف تمزكو. تشيك ميت شنو تبعتني ديك تشيك ميت عجبتني هذيك الطلعة والهبطة ما بين الرفران والكوبلي، عجبتني فهمتي يعني شي هبطة عجبتني هذيك اللعيبة. والبلان شنو مشات لي من بالك شنو عنده عليها؟ بان لي توفيق فهمتي، بحال زوين بحال عرفتي شنو هو، بحال تيبغي يسهيك كثروا العزاري بسم الله. تفو راه كاميرا في الطوموبيل جبدين لها فاميليا ولاباس علينا الخيره في الهريبه كطور علينا. نصوروا في مارينا تخبيه السكريتي ما عرفش شنو غادي يدير لنا اخويا زير فهمتي البلاك باش داير الوالده تتفرج. يعني توفيق هنا بان زوين فهمتي، تيبغي يفوج على ولاد الناس وعلى بنات الناس، يعني حاجه طخونك زوينه هاد القضيه هادي عجبتني فهمتي. التوفيق بان في الشكل ولكن بلا ما تحكوا عليه الله يرحمه، حكوا حكوا فهمتي، تيعجبني فهمتي، تيتحرك الراب شويه فهمتي، كلشي شي نوت تيبدا سوري عرفتي علاش؟ حيت موتيفي بزاف باش انني نتلاقى. اولي شيت ويلي هذيك النوطة المركنة ديال تشيك ميت هولي شيت تلا ولا عندي واحد عشيري باتر ناري شنو غادي يدير باتراك هذا التورزيز. الحمد لله بدا كنا مكملين في الديور عرفتي شنو هو، يبقى يقول لي واه هبط عندي اللير بالروج ولا بغيت بوصحاق عندي بلان بغيت شوف بالروج ولا بغيت بلان، ويلي صافي شنو تيدير تيطلق الديسك تيبقى زعما كنا عارفين شنو البلان تيقوقني، ولكن دري نقي بيسي والله يسعد دري تنحتارمو في لاباطي باتور مقود، واخا انه تيخدم غير في العراسات وداكشي ديال الشعبي، ولكن راه ملي تيجي فهمتي الشعبي غير طرف ديال الخوسيه كل الله يسهل عليه، ولكن اين فوا تيدخل البيت ديالو كاين شي حاجه سميتها الشعبي، كاين الكاره ديال الموسيقى وهادشي باش يعجبني بيس ليك. تبرزتكم هاد اللعيبه ديال القطاع ولكن ما عندي ما ندير. لا فغيم ولا ستري فهمتي عجبني سالا فوالا طومبيك يا طومبيك يا والله يتبو بروجو دريب بلان زوين والله الا بوغس، ولكن قال لك راه غيبقى يلوح التراكات القدام، يعني ما نتسناوش غير هاد التراك اللي غيلوحو قديم، يعني مازال فهمتي مع هاد الحجر الصحي مازال غادي يزيد يطوال، علاش؟ حيت بنادم مازال ما بغاش يستوعب وما بغاش يجلس في دارهم، مزيان فهمتي هي اكثر الناس راه رايحة لدارهم، ولكن مازال بنادم فهمتي، يعني بنادم راه حب وتبن، الكلاخ كاين اللي بعقله وكاين اللي مكلخ،
يعني احنا هذا ماشي موضوعنا، هذا يعني الدومبينغ مازال يلوح لينا شي بلانات قدام، ولكن تيبان لينا هذا الشيء مازال حلو، ما تيبانش قديم، تيبان مقود. سو هذا الشيء اللي كاين اخوتي وبيس الدومبينغ. واش كاين؟ كانت هذه لا رياكسيون، كان هذا هو يوسف بوسحاق، وكانت هذه كان هذا هو الفيديو الحامض ديالو. وما تنساش لك حتى اول مره تشوف لي مالك الا انا كذا بطلت حتى الفرقه ديال ما ديك سبسكرايب ودير داك الجرس باش تكون الاول تشوف الفيديوهات ديال يوسف بوسحاق. وتلاحل عندي الانستغرام خوتي، الانستغرام ما فهمتش علاش ما تلاحوش عدي، ما فهمتش ما فهمتش واش عدي صاحبي 36 كا ديال لي زابوني، والانستغرام مازال فيه 4 كا. راه حشومه 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 بالرجل، دخلوا تما فرقعوا ديال ما صيفطوا لي ميساجات بارطاجيو لا رياكسيون طاغيوني تنجاوب اي واحد. هادشي اللي كاين بيس. Yeah, 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 yeah.